أهلا ومرحبا بكم من جديد ضلال الأصيل، ولعل هذا اللحن يقودنا إلى المساحة القادمة مباشرة، وهو تشكيل الويدان السوداني، المحور الرئيسي الذي يربط بين كل فقرات هذا المساء. المساحة الأولى تحدثنا فيها مع الأستاذ عبود سيف الدين ومحطات مختلفة من مسيرته الإبداعية منذ مدينة والمدني، ولعل هناك ثلاث روابط تجمع ما بين الضيف الأول والضيف الثاني. المحور الأول وهو محور الإبداع والتوثيق للفنون، المحور الثاني وهو العمل الإبداعي، والمحور الثالث وهو مدينة ود مدني. لعل ضيفي القادم هو أيضا يجمع بين ثلاثة محاور من خلال عمله الإبداعي ومن خلال سيرته التي ساهم فيها بالتوثيق لعدد من الفنانين، ومن خلال عمله في إذاعة ود مدني لتقديمه لبرنامج ريحة الدعاء. شزعت جدا بأن أرحب بضيفي داخل الاستوديو الفريق شرطة عبد الغني خلف الله الربيع، الأديب والشاعر والكاتب. حبابك عشرة. مرحبا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحية خاصة جدا لمشاهدي هذا المساء الجميل من هذه القناة العملاقة، قناة الشروق. وأسمح لي في البدء أن أولاً أترحم على روح الفقيدة الغالية أم الأولاد الأستاذة عواطف مصطفى الطاهر، الأستاذة والتربوية المعروفة على مستوى يعني السودان، وكذلك بأبنائي غسان وزوجته بيتو، حسام وزوجته مازن، وداليا وأولادها وبيتها وزوجها، وعبرهم أحيي الأهل بمدينة العشر وفي جميع أنحاء السودان وخارج السودان. مرحبا بك حبابك، نحن بنحييك وبنحيي كل المشاهدين وين ما كانوا. على ذكر مدينة أبو عشر، ماذا تتذكر من هذه المدينة؟ والله أبو عشر دي طبعا أنا يعني ولدت وترعرعت فيها، فهي المدينة الخضراء، يعني مدينة هي مدينة الخضرة في وزارة في الكلام ده أنا دائما بقول، يعني بقول أنا مدينة أبو عشر دي تتكئ على هضبة النيل وتسند ظهرها على المروج الخضراء تداعب ورغات الأشجار. يعني هي مدينة يعني ساحرة قضينا فيها طفولة أنيقة وجميلة مفعمة بالحب والجمال من الأسرة، الحبوبات والعمات والفضاء العريض للعب، يعني كانت بالنسبة لي يعني هي الأساس. يعني قضيت فيها كل طفولتي، جريت في الأولية في بوشر الأولية، بعد ذلك انتقلت للتطوف العجيب، يعني يمكن نتعرض هنجيب إن شاء الله. طيب، هل تربية الريف عندها ميزة تفضيلية عن تربية المدينة؟ أكيد طبعا، أكيد. أول حاجة الوقت في الريف يمضي كده بسهولة ويسر، وفيه يعني جمال ما غير طبيعي، والوقت في المدينة يمضي بسرعة يعني مبالغة، يعني انت دائما تحس ما بتحس بالوقت يعني في المدينة، لأنه انت مشغول بأشياء كثيرة جدا. هناك في فراغ عريض جميل، المزارع يفك الريق زي ما بقولوا، فكت الريق مسمار القلب صباح والصباح، ويركب حمار ويمشي على الحواشة. قالوا كده ما لا لاحق له اجتماع، لا لاحق طيارة، لا في يعني الحركة منسابة، ما فيها يعني ما في أي نوع من الصعوبة في أنك تتواصل مع أهلك. يعني أبالغ لك والله يا نزار، في العيد بتاع الأضحية ولا عيد رمضان، عيد رمضان في الوقت بدر الداك، يعني زي 48 49 يعني سنة 1900 48 49 50، أن إحنا يعني بنبارك العيد لكل بيوت العائلة وكل بيوت الحلة. يعني تلقانا لفين من حلة لحلة نضرب في الحلويات والكعك والوين، وجمال لا يطاق، يعني حاجة ما ممكن تصور. ما عندنا النهر، يعني طبعا نهر النيل طواني مع يعني الحلة وطلع على نهر النيل. ده حدث ولا حرج، ده برنامج براء العوم ومشاركة السمك والحاجات الجميلة. يعني الجزيرة قدامنا، يعني انت بتسبح لغاية الجزيرة وتجي راجع. فالميادين يعني بشر كانت فيها مجموعة من الغابات داخل المدينة،
يعني خضرة غير معقولة. أنا دائما بقول لهم يعني أبو عشر هي يعني زي مصنع للأكسجين. جميل. سعادة الفريق دونا عن كل بقية التخصصات، ليه اخترت الاتجاه نحو العسكرية؟ والله دي قصة أنا حكيتها كثير يعني في لغات كثيرة، في القنوات وفي الإذاعة. نسمع. في الإذاعة ما أقدر أكرر يعني كثير، لكن أنا كنت طالب في آداب جامعة الخرطوم 64 وانشغلنا طبعا بأكتوبر وين وين، جيت من خرطقة طبعا. ففي أستاذ لغة فرنسية اسمه مسيو رابينور نادانا وأنا زميل صاحبنا كده، قال لي أنتم ما حتمتحنوا من أولى لتانية لأنه الاتندس بتاعتكم ضعيفة جدا، حضور المحاضرات أنتم حتعيدوا. فقام الزميل صاحبي ده قال لي يا أخي أنا ذاتي ما داري الجامعة. أنا قال له أنا ذاتي ما داري، مش هقدم لكلية البوليس. وأنا أول مرة أسمع بالكلام ده ذاته، كلية البوليس ما سمعت بها ذاته. نزلنا من الرايل ده قلت له كلية البوليس ده، قال لي كيف يا أخي هسه في إعلان ونمشي نطلع الجنسية في الأول ونطلع نشيل الأرانيك من المديرية ونمشي نقدم. قلت له يلا نمشينا. فمشينا الحمد لله، يعني ربنا أراد لنا أنه نمشي في اللاين ده. وأنا حقيقة سعيد جدا وسعدت بأني كنت ضابط شرطة، لأنه لا يمكن أتصور كمية الأخيلة والذكريات اللي أنا وجدتها من 65 إلى 95. 30 سنة حايم، 7 سنين في كسلة، 7 سنين في الجزيرة، 7 سنين في كردفان، 4 سنين في الجنوب. ما جيت الخرطوم دي إلا أنا اللي هو سنة 90، قعدت فيها 5 سنين وتقاعدت. فأنت تخيل هذا السودان المتنوع الجميل، هذا الريف الرائع. يعني واحد يقول لك أنا بحب السودان ويكون ما طلع من الخرطوم ذاته، طيب يا أخي تبتعي في حاجة ما شفتها؟ يعني طبيعة ساحرة في كسل. والحمد لله أنا يعني توجهت منذ خرطقة نحو الشعر. يعني في طقة كتبت نشيد للمدرسة، جيت آداب جامعة الخرطوم برضو كتبت برضو يعني قصيدة في الجامعة. وبقيت يعني كل ما أمشي أنفعل بالجو العام أكتب قصيدة. كسل كتبت لها قصيدة، مدني قصيدة، الأبيض قصيدة، وهكذا. أبو عشر طبعا دي كان لابد يعني طوالي برضو شعر، يعني تقدر تقول يعني عمك زي عاشق للأمكنة كده. جميل. هل انتقلت معك ساعة الفريق الصرامة العسكرية من المكتب للبيت؟ والله بصراحة نعم، يعني أنا تأثرت دي احتراف، يعني لأنه أنت يعني أول حاجة إحنا بيدخلونا حاجة اسمها الكونفاينمنت. الكونفاينمنت شنو؟ بعد ما يقبلونا 45 يوم لا بتشوف الشارع لا بتقابل زول، بس ديرش وكلها التعليمات، بس انت تملى جيبك ده فندم وجيبك ده حاضر يا فندم، تكون منضبط كل شيء بمواعيد. حاجة مبالغة، ال 45 يوم دي غيرت شخصياتنا كلها. يعني احنا الدبعة 22 فينا زي 30 طالب، خشينا بشخصيات من ال 45 يوم، بس لما بقينا مشينا الدنيا جاهزة نمشي أهلنا كنا ناس ثانيين مختلفين. طيب ذكرت لي قبل شوي انه تجربتك في الخدمة العسكرية اتنوعت في مناطق مختلفة من السودان، في الشرق والغرب والشمال والجنوب. التنوع والتنقل بين مدن السودان المختلفة رفض تجربتك بشلون؟ يا سلام يا سلام، ده بنفس سؤال مهم جدا جدا. والله العظيم انا 67 اتخرجت طوالي اليهود، حضرت من عين منصور ناظر الحمر، وعشت في مدينة النهود سنة 67 68 أنا ضابط جناية الأبيض، 69 قبل نميري ضابط سودري. يعني الجمال والخضرة والتربية المواشي والناس كده مجتمعات أنيقة وجميلة شديد. بعد ذاك والمبادر الهردي من ناظر المبادر، مشيت طوالي بعد ذاك الجنوب. 70 أنا ضابط بور، 77 71 ضابط البيبور، 72 أكوب، 73 ملكال. وهذا التسواح أنا بفتكره هو أداني التجربة فأني أنتخب. يعني أنا بحمد الله لما أنت زي ما شايف في الغلاف، أنا عندي 9 روايات في المكتبة السودانية الحمد لله. التسع روايات دي مفعمة بكل ما أنا حسيته وعشته في الريف، هذه المدن والتنقلات المختلفة. وبعد ذاك لما دخلت الشرطة كنت في كل رواية بوظف جريمة يا أنا تحريت فيها يا أشرفت على التحرش فيها.
يعني الحمد لله تخصصت جينات منذ البداية، يعني ومشيت في هذا الاتجاه لألمانيا سنتين، اتدربت في 12 قسم جنائي، وجيت بقيت الحمد لله مدير إدارة عامة للمباحث الجنائية المركزية. فلا لا يمكن أن تتصور أنك أنت كمواطن لا تعلم عالم الجريمة. يعني إحنا بنعيش بالليل في الحديقة الخلفية للمدينة، يعني جرائم لا يمكن أن تصدق. وأنا يعني بقوم برجع البيت متوتر، والأدب والشعر والرواية ده نوع من الهروب يعني من الواقع، بتفرغ الطاقة السلبية في بالكتابات بالكتابات وبحاول أخلق يعني رؤية يعني مجتمعية وشبهي نصايح للناس. يا أخوانا الجريمة دي سببها كده. ما تقدر يعني أنا عندي سؤال هنا سعادة الفريق، هل من خلال يعني عملك في الشرطة وبالتالي يعني أعمالك الإبداعية اللي بتقدمها بتحاول تصنع عالم موازي في أعمالك الأدبية تعيش فيه باعتبار أنك مفتقد العالم ده في حياتك، ولا أنت حاولت تنقل الحديقة الخلفية اللي أنت بتعيشها كرجال شرطة في أعمالك الأدبية؟ لأن كيف الخيال المتسع ونحن الحمد لله يعني حظينا بتقدر تقول ترحال وتسواح في العالم، يعني الحمد لله أخذنا بعثات في ألمانيا، أخذنا بعثة في إنجلترا، أخذنا بعثة في أمريكا، مشينا فرنسا الانتربول في مدينة ليون. هذا التسواح داخل السودان وخارج السودان يعني ده بيشكل لك يعني خزانة مش مخزن من الذكريات ومن الانفعالات ومن الحياة اللي أنت في تطوافك أنت يعني بتشوفها. من بين كل المدن اللي زرتها دايركت تكلمني عن مدينة في ذاكرتك، يعني كل ما تتذكر الرحلة اللي لفيتها حول السودان دي في مدينة كده طوالي بتجي في بالك؟ والله يا أخي أقول لك حاجة، ثلاثة مدن مش مدينة واحدة. قسلة، مدني، الويد، الثلاثة ديل يعني أنا عشت فيهم بعمق إحساس عميق جدا يعني شداني للمدن الثلاثة دي. تفتكر شنو السر في أنه ما زالوا في ذاكرتك لحد يوم الليلة؟ ما يعني ما عشت فيها يعني كسر 7 سنين، والجزيرة 7 سنين، وكردفان برضو 7 سنين. فأنت تخيل يعني أنت لما تعيش 7 سنين في مدينة، وقبلها طبعا كردفان خرطقت 4 سنين، ما خلت بقيت مواطن يعني. فبيجيك الإحساس نحو الانتماء والتشتاق للناس اللي عرفتهم واللي عرفوك والمواقف اللي أنت عشتها يعني في المدن المختلفة دي. جميل، احنا مستمرين في ونستنا ورحلتنا التوثيقية دي معك سعادة الفريق، لكن نهديك ونهدي كل المشاهدين لحن قادم الفنان شرحبيل أحمد يعطر مساءات هذا اللقاء. بتقول مشتاق مشتاق مشتاق، بتقول مشتاق بتقول مشتاق مشتاق غيابك يا ما سألت عليك السكة، حتى كل المري لو شاف عيونك في نصيا وارفمت بيت الحلوين شغلنا وفاتنا وراك واخترنا معاك وحشنا وديما عليك سألين سألين ما
غلبنا وفاتنا وراك واحترنا معاك وحشنا وديما عليك سألين سألين بتقول مشتاق بتقول مشتاق 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 بتقول مشتاق 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 فنقابلك زي نسمة في عز الصيف فرد جبينا وتبادر بعتابك تزعل وتقول قاسم احنا بقينا مشتاق مسكين الشوق لو زي شوقك اسبوع بحاله ما تسأل ولا تفكر حتى اعتقد ليس هناك اجمل من ان يكون هكذا المساء حيث صوت شرحبيل احمد مغردا والفنون والموسيقى والشعر والادب. اعود مجددا لترحيب بضيفي داخل الاستوديو في ظلال الاصيل سعادة الفريق عبد الغني خلف الله الربيع حبابك عشرة أديبا وكاتبا وضيفا. الله يخليك تسلم. مرحبا. مرحب بك. وخلينا نبدأ مباشرة باتهام ودارين نشوف مرافعتك لهذا الاتهام. بيقولوا إنه معظم العاملين في المجال العسكري بعد التقاعد تصبح الكتابة هي مهنتهم الأساسية بحيث إنه يعني خلاص تخلصوا من واجباتهم وبالتالي الموضوع ما عنده علاقة بالإبداع وإنما مساحة لشغل الوقت يعني. والله يعني تقريبا يعني أنا بحمد الله يعني تقاعدت في 95 يعني معظم كتاباتي وإن كان بديت أنا من كتابة الرواية وطبعت ونشرت منذ 84 لكن يعني الناس كلها النقاد عارفين أن أنا بعد من 2000 كل سنة بحمد الله بألف رواية وبطبعها وبوزعها تاني رواية 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 كل سنة رواية تقريبا. طيب لكن ساعة الفريق بيتكلموا عن إنه الاتهام الموجه لكم بإنه ما تكتبوه عبارة عن سرد تاريخي وليس فيه من الأدب أو الرواية شيء يعني. والله ده رأيي لكن أنا بحمد الله يعني النقاد بيفتكروا إنه قولي أنت بتكتب سيمولوجيا. وكتابة السيمولوجيا اللي هي كتابة يعني ما سرد هي كتابة بالمشاهد. سألتهم يا إخوان السيمولوجيا دي شنو؟ قولي دي التأملية الديناميكية. اللي هي شنو يعني؟ يعني قولي أنت في كتاباتك في رواياتك زي اللي بتدخل زول في فيلم. لذلك استحيل زول امسك واحدة من رواياتك ابداها والله يا الدكتور ما يمشي المستشفى، المحاضر ما يمشي الجامعة، المرأة ما تطبخ، يعني كده
فأنا بحمد الله دي موهبة من ربنا يعني ما شطارة. في العالم كله قالوا لي في ثلاثة بس بيقرأ النقاط في عمليات. أي أيوة أنا بكتب سيمولوجيا أنت واحد منهم حافظ على الـ على الـ 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 الإطار ده. قلت والله ما بحافظ أنا حاجة من ربنا بكتب بس زي ما بكتب. لو حاولت أتغير بأسس وحياة يمكن أطلع من الحتة دي. فبحمد الله يعني يعني دي تقدر تقول توفيق من ربنا يعني. طيب كيف تنظر لي الكتابة الروائية في السودان من وجهة نظرك؟ جميلة ورائعة بشكل رهيب. بس للأسف الشديد يعني إحنا ما في إضاءة كافية على الكتابات الروائية، ما في نقد يعني متجدد وكذا، وهنالك زي ما بقول لهم يعني إحنا في السودان للأسف الشديد بنخلق أوسان ثقافية، أوسان مش تماثيل وثنية. الثقافية دي شنو؟ أنك أنت تقدم زول واحد بس زي النبي تعبر بس أنت كل الوقت. هل تلمح لتجربة الطيب صالح؟ لا لا والله لا 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 طيب صالح أنا أحبه جدا وقريت له ومشيت له لما جاء السودان في الفندق وهديته الرواية بتاعتي بتاعت رحلة في قاع المدينة وكنت سعيد جدا بأن رأيه كان شنو؟ ما كان فيه زمن أنه يقرأ هو بس دي رحلة سريعة ورجع لندن. ما التقيته تاني؟ ما التقيته تاني عشان تسأله من رأيه فيه؟ لا ما التقيته والله. طيب يعني بما أنه سيرة طيب صالح جاد خليني أتكلم برضو عن أنه طيب صالح رغم هذه السنوات من الرحيل إلا أنه ما زال حاضر ومؤثر. كيف تنظر لتجربة الطيب صالح الروائية ووجوده في الساحة الأدبية السودانية رغم رحيله؟ والله يعني الكتابات بتاعت طيب صالح هي أنا بصنفها في الواقعية الإبداعية، يعني هو بيرسم لك الواقع وده اللي أنا كنت بحاوله في كل كتاباتي. يعني ناس كثير جدا والله بيقولوا لي رواية، يقول لي والله شخصياتك في الرواية دي بس عندنا بس حايمة، فلان ده زي التاجر جنبنا في البغالة وفلانة دي زي فلانة فلانة دي وكذا يعني. يا لعلها مدرسة سعادة الفريق الواقعية السحرية من روادة ماركيز بيكون عندها رواد. طيب إذا كان إحنا عندنا تجارب زي دي ليه عجزنا عن إنه نقدم رواية عالمي جديد طول فترة السنوات دي بعد طيب صالح؟ والله العظيم أنا في يعني بالنص ناقدة عربية قالت لي إحنا ليه نتكلم عن ماركيز وانت عندنا؟ يعني الحمد لله عندنا نشاط متواسع جدا مع العالم العربي في ضمن ملتقى اسمه رابطة الواحة الثقافية من 2010 ل 2015 انا في حلقات نزلت 10 روايات كانوا مدهشين. يعني كل ما انزل روايه بعد 3-4 سنين قالوا لي خلاص انت حتكون المشرف على الروايه والقصه القصيره في الملتقى. ملتقى ادبي فيه اكثر من 800 اديب عربي الناس موجود على أرض الواقع وعلى في العالم الافتراضي. العالم الافتراضي طبعا الآن هذا الملتقى عدد الناس المروا عليه أكثر من 60 مليون. دي بليف أكثر من 60 مليون. وروايتي الحمد لله يعني كانت بتلقى يعني حتى زي كلامك ده والله يعني أديبة أردنية مشهورة جدا قالت لي يعني إحنا للأسف الشديد كنا قالينا السودان ده فيه طيب صالح بس بكتب رواية انت ادهشتنا ذاته برواياتك وبكتاباتك. حتى ده بيقودني لسؤال مهم يعني هل اعمالك الادبيه متوفره في معارض الكتب؟ طبعا كلها معرض الكتب كلها توفرت وفي المكتبات كلها مكتبه مروي مكتبه المكتبه السودانيه كل المكتبات ده انا اقصد على مستوى معارض الكتب العربيه عشان نقدر نصل للعالمية لازم ننطلق أول حاجة إقليميا نحو العالم العربي. أنا عندي رواية واحدة نالت هذا الامتياز، عندي رواية اسمها البوصلة طبعت لي الخرطوم عاصمة للصحافة 2005 أدوني بس 100 نسخة و 900 نسخة كلها وزعها للعالم العربي والغير العربي. فأنا إلى الآن بتلقى طلبات من ناس ما بعرفهم يعني في السعودية في مصر في كل أرجاء العالم العربي أنه يا ريت نلقى كتاباتك نلقى نسخ برواياتك قدنا لك البوصلة وتابعناك في ملتقى رابطة الواحة الثقافية يعني وين نلقى الكتب دي الصفت يعني الكتب الأصلية يعني أنت وين؟ وتقول والله إحنا يعني زي دائما في تواضع كده الحمد لله يمكن دي ميزة ذاته من تواضع لله رفعه يعني ما بنحب
نعمل ضجة كده في العالم. مش ممكن برضو تكون باعتبار انه التواضع في الاعمال الابداعيه جعلها متواضعه وما بتصل للعالم العربي؟ محتاج الاديب يعرف بمنتوجه لكل العالم العربي عشان يقدر يصل لاكبر عدد من القراء وبالتالي يصل الشهره اللي بيستحقها العمل الادبي. لان الحمد لله يعني طلعت بالحته دي، لانه زي ما قلت لك انا في الرابطه دي فيها اكثر من 800 اديب عربي جميع انحاء الدول العربيه، ونزلت لهم في حلقات 10 روايات وكم هائل من القصائد. ف يعني بحمد الله انا الان موجود في الذاكره بتاعت القارئ العربي، وبيتصلوا بي، وحتى بعد 4 سنين او قالوا لي ان كنا المشرف على الروايه والقصه في هذا المنطقه الرهيب شديد يعني. طيب من وين بتستلهم ذاكره مواضيعك الابداعيه سواء كان في القصائد او في الاعمال الروائيه؟ من مشاهداتي الخاصه. يعني انت يقول لك يعني You don't know if you don't go. يعني ما بت... إذا أنت ما مشيت حمت وسافرت ما بتعرف. يعني أنت الليلة الفولكلور في الجنوب، الفولكلور في كردفان، في الشرق، في يخدا، يعني عالم يديك آلاف الآلاف من القصص والحكاية والأمس يعني الصور البديعة جدا جدا اللي بتخليك أنت لما تكتب الغالب يندهش ويستمتع بأنه هو يقرا لك. زي ما قلت لك انا بقول انت بتدخلنا فيلم، زي بتدخلنا فيلم. ما بقدر انا اطلع، وبصراحه انا ما بحب اخذ الغاري في رجوعه كده وانومه. بدي الغاري مفاجات رهيبه في اثناء الروايه. يعني انت تمزج ما بين الواقع والخيال؟ المزج بين الواقع اكثر. بتتناول الواقع اكثر. الاكثر، بعدين شنو؟ بتعمد أنا أوتر الغاري. يعني ما بخليك أنت تقرأ كده وتنوم، ما بتقدر. يعني بخطك زي ما قال لي يعني بعض الأخوان، يعني قال لي أنت زي بتركب زي الحصان ويمشي براحة براحة، فجأة يدفع كوراية يرميك من الحصان. يعني عندك مفاجآت أثناء أيوة النص القاري. بتعمد أن أنا أخذت الغاري في مواقف. والله حتى يا أخي مدير مطبعة رواية البوصلة دي في موقع، والله قال لي انا كنت بقرا وببكي. تخيل ناس كثار جدا يعني بينفعلوا مع الحياه اللي انا بخطها في الكتابه، لدرجه انهم يعني تلقى الواحد يبكي من وهو بيقرا او يبطل اي حاجه. اعتمدت الثيمه دي في اعمالك الابداعيه خصوصا الروايه، قصه مفاجاه القارئ بحدث أيوة معين؟ لانه حقيقه الكتاب البارد كده وهذا كده يعني بتخليك تسهج من القرايه، لكن لما انت تخلي دائما في تشويق، في تشويق دائما، في تشويق. بعدين الحمد لله ربنا يعني الهمني بذاكره ممتازه جدا، فانا لما اديك شخصيه في الصفحه الثالثه بقوم بعد 20 صفحه ارجع لها ثاني وهكذا. يعني ما بركن شخصيه بتظهر وتختفي، بخلي الشخصيات دي كلها تنتعش وتتجدد في الكتابه. يعني دي طبعا زي ما تكبر اعيد واكرر موهبه من ربنا، يعني ما ذكاء ولا شطاره. طيب المبدعين في المؤسسه العسكريه بعيدا عن راي الناس في اعماله بل بيقدموها، ليه ما وثقت للناس دي خصوصا في مؤسسه الشرطه؟ يعني ما بعرف والله، انا يعني فن التوثيق. و ما كان عندك برنامج اسمه رحله الدعاش مش كده؟ يعني برنامج إذاعي. أنا أقصد يعني استلهاما من تجربة الإذاعة اللي وثقت فيها لعدد من المبدعين حول السودان. وإنت عندك ملكة الكتابة الإبداعية، ليه ما وثقت للمبدعين؟ والله ما قدرت بصراحة، يعني والله ما قدرت. ما جاء بخاطرك الفكرة؟ والله تقدر تقول يعني دائما أنا بحاول أذكرهم بخير. يعني في أدباء رائعين جدا في الشرطة عبر التاريخ، يعني بيقولوا من شخصيات يعني معروفة، يعني ما في داعي لذكر الأسماء حتى لا أنسى أسماء. يعني فالشرطة رفضت المجتمع بنوابغ يعني في الكتابة. تتكلم برضو عن تجربتك في مجال الصحافة؟ والله الحمد لله، يعني أنا كان عندي عمود في جريدة ألوان، وبرضو عمود في الانتباه، عمود في يعني وفي الأعمدة دي بصراحة، يعني في الأيام، في أخبار اليوم، كل ما أقعد فترة أنتقل لصحيفة ثانية وأكتب بصورة رعبة يوميا.
وبحب دائما اطلع الناس من جوا السياسه بحاجات مفرحه وفيها نوع من الهزل والضحك. يعني اديك مثال، يعني عندي حاجه اسمها يوميات سيغ امجاد. انا ما سكت امجاد، لكن بتصور انه الامجاد ده سيغ الامجاد بيواجه عوالم غريبه جدا جدا. فانا اتناول القضايا السياسيه، القضايا الاجتماعيه، القضايا الى اخره. لما اشعر ان انا يعني خشيت في نوع من الرتابه طوالي، اشوت حلقه من يوميات سيغ امجاد. عملت 22 حلقه وطبعتها الحمد لله، موجوده في مجموعه اسمها ابحار، اللي هي روايه اسمها وجوه في سنايا الزحام، وخواطر مبعثره اسمها فوضى مسائيه، ومعاها يوميات سيغ امجاد، هي مشاهد من الحياه. طيب جميل، برضو نتكلم عن تجربة جريدة الحرية، حيث أمال عباس والحاج والراق وسعد الدين إبراهيم وغيره من بقية الشخصيات. سلام، دي كانت تجربة رهيبة. أنا كنت يعني موظف وبكتب، فالتقيت بنخبة يعني من الأدباء والكتاب والكاتبات، ويعني كان عالم رهيب يعني ما شاء الله عليهم يعني. وصحيفة والله كانت غير عادية بصراحة. يعني أنا أحيي كل الناس اللي كانوا موجودين في الصحيفة دي. طيب، فعلا يعني كانوا ناس مبدعين بجد. يعني كيف سعد الفريق يسهم توظيف التجربة الشخصية في تكوين الشخصية الإبداعية بالنسبة لك؟ وانت ما شاء الله عندك عدد من التجارب الإبداعية، سواء كان في الشعر أو في الرواية، والرواية تحتاج لكثير من الأدوات، منها الخيال، منها المقدرة على النظم، منها الذاكرة المتقدة، منها المشاهدات اليومية، منها الملاحظة الدقيقة. فتجربتك الشخصية ومشاهداتك ورحلاتك حول السودان والعالم، كيف قدرت توظيفها في الأعمال الإبداعية؟ والله هي أساساً كانت جاهزة. يعني أنا بعيش واقع في بور مثلاً، ولا بعيش واقع في سودري، ولا في كسلة، ولا هو ذاته في حد ذاته رواية قصص. يعني أنت بصراحة يعني أنت في الشرطة خاصة بالذات بتديك الفرصة أنك تتوقف في المجتمع بعمق شديد. يعني أنا يعني مسائل المدن دي كلها والقبائل اللي عشت في معاهم والعادات والتقاليد اللي عشتها مع هذه المدن والأقاليم المختلفة دي كلها كانت يعني بمثابة أدواتنا وإلهام بالنسبة لي. أن أنا روايتي تطلع عن تقدر تقول الروتين في الكتابة. ما في ما عندي غير أني أدخلك فيلم بس. أنت بعد ده تطلع كيف ما بتقدر. طيب يعني سعد الفريق في عالم الرواية وين بتلقى نفسك؟ يعني يا تو مدرسة أنت ميال لها في عالم الرواية؟ الواقعية، المدرسة الواقعية. يعني أنت بتتكلم قبل شيء عن ماركيز، فنحن أنا شخصيا يعني كتابتي الواقعية زي ما يعني المفرحة زي ما يعني قال محمد حامد الشاعر ضابط السجن. فقال لي أنت بتكتب واقعية مفرحة وزي بتخلي الناس يعيشوا الشخصيات في الرواية من حولهم في المجتمع بالقوة جاهزة قاعدة. فدي يعني مثلا أنا بعد ما نزلت المعاش 95 عندي جارية الله يرحمه اسمه عبد الكريم، وعنده مصطبة دكانه فاتح على الزلط. فأنا يوميا بيجي أقعد في المصطبة دي وأتأمل الناس والأشخاص والأشياء، وده كان بمناسبة يعني إلهام بالنسبة لي. يعني انت بالمناسبه اي يعني انا كتبت الرواية اسمها 20 وجهه واحده، عباره عن بس يتحرك من كسله فيه 18 نفر وفيه السواق والمساعد. ال 20 نفر ديل كتبت في الروايه دي 20 قصه، لان انا بعتبر انه اي انسان في الدنيا دي هو مشروع روايه، مشروع قصه من الحياه اللي بتقابلك في حياتك، المفاجات، الاحباط، الفرح، كده يعني. فهذه الرواية الناس ذهلوا جدا أن أنا كيف قدرت أجمع الناس في بص واحد وأدخل فيهم حاجات ما ممكن تصورها. عملت معهم مشاكل مع بعض ومشاكل مع الشارع، وفي النهاية قلبت البص في المسجد قبل ما يصل الخرطوم لأسباب معينة في الرواية. فده كله يعني الناس كتير جدا قالوا إحنا لم نقف في البص والله يبقى ولا ابن عائل يزول ذاته. فأنت أسي زي ركبت معك البص بتاع في رواية 20 ووجهة واحدة يعني. فدي كلها أشياء واقعية يعني محسوسة.
نحن سعدنا بالونسة معك والزمن سرقنا سعادة الفريق عبد الغني خلف الله ربيع الأديب والكاتب. يمكن عندنا كثير من المحاور وعندنا كثير من النصوص اللي ما تقرت، لكن الزمن المخصص الحلقة انتهى. سعيد بك جدا، إن شاء الله نلتقيك في مساحات أكبر نسرد فيها الكثير من الذكريات والحكاية ونتناول القصائد بالحديث. كتر خيرك، نورتنا. تسلم الدكتور العافية، نقول لكم مع السلامة وربنا يوفقكم. كتر خيرك، دي كانت مساحتنا يوم الليلة في ظلال الأصيل، واللي تناولنا فيها بالحديث والحكي تجربة الأديب والشاعر والكاتب الفريق شرطة عبد الغني خلف الله الربيع، ومساحات كانت من الذكريات الجميلة. ضيفي الأول كذلك الإعلامي والإداري الأستاذ عبود سيف الدين المهتم بالتوثيق للفنون. مساحات متجددة وممتدة بيننا وبينكم، الحب والود والوفاء. غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد. حتى ذلك والحين تحياتي وفريق العمل، في أمان الله، مع السلامة.